وفي ذات السياق أعلنت وزارة الصحة أن عدد حالات التطعيم في مملكة البحرين بلغت 303,962 حالة. وتبين من الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أن عدد من تلقوا التطعيم مساء أمس بلغ 1,291 حالة تطعيم. وجددت وزارة الصحة دعوتها للمواطنين والمقيمين للمبادرة للتسجيل لتلقي اللقاح، منوهة بأن المملكة وفرت 5 لقاحات بشكل اختياري ومجاني للجميع.